المرة السحبة الشهرية لشركة الأماني راح تكون مختلفة. المرة السحبة الشهرية لشركة الأماني راح تكون مختلفة. قسم الشاشات بشركة الأماني محضرنا مفاجأة كلش حلوة، تعالوا نعرف شنو هي. 50 شاشة سمارت بحجم 32 راح تكون من نصيبكم تزامنا مع ولادة الأقمار المحمدية في شهر شعبان المبارك. راح تكون سحبتنا بيوم 15 شعبان تبركا بولادة إمامنا المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتظرونا.